غريب هداك اليوم يلي اجيتي فيه غير خط حياة كل واحد فينا. أنا قلت لا، هاي البنت مو معقول، يعني سقفة 3 أيام أكيد بتمشي، ما حتتحمل. لأن هلأ الغريب أكتر إنه ما صار لك بتعرفي يومين ثلاثة، أكيد حتكوني طمعانة بكل شي شايفتي وجاية لحتى تتحكمي بالقصر. يمكن لأنه بهداك الوقت أنا كنت فكر إنه القوة الحقيقية هو من الشيء اللي بتملكيه برا. أنا كل الوقت كنت حاول سيطر وأحصل على كل شيء، مع إنه ما كان ناقصني شيء، بس ما كان مكفيني. الله بس هو اللي بيعرف قديش أنا حاولت طلعك من هذا القصر. تعرف شو أكتر شيء مزعل؟ أكتر شيء مزعلني إنه كنت كل ما أرميكي بحجر تردي لي إياه بوردة. بتعرفي بقول هلأ لو بوقتها نجحت وبعدتك عن القصر، كنت أنا اللي رح أكون خسرانة. ليكي بهذيك الفترة لو فكرت لحظة واحدة إنه ممكن يجي يوم وأقول لك هذا الكلام، بقول نايا أكيد جنيتي. بس هلأ أنا كتير فخورة، فخورة كتير باللي عم بقوله ومبسوطة من قلبي. وشكرا، شكرا لأنك علمتيني إنه القوة الحقيقية هي بتجي من جوا مو من الأشياء اللي بنشوفها برا. وعلمتيني كمان إنه أي حدا بجرب يوقع الثاني أكيد رح يوقع معه. بوقتها كنت قلع عن اللحظة اللي فت فيها على هذا القصر، كنت بس هلأ بدي أقول لك عن جد شكراً. شكراً إنك إجيتي وتحملت وبقيتي، لأنه من جد غيرتينا حياتنا، غيرتيها للأحسن. وبقول اليوم إنه الحياة ما عطتني عدو، عطتني أخت. ليكي سوريا، الشيء اللي عم بقوله هلأ هو أصعب اعتراف ممكن أعترف فيه بحياتي.